السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع مصطفى ريفيوز. فيديو النهارده معانا مقارنه كامله لاجهزه فلاجشيب من ابل، ايفون 14 برو ماكس وشاومي 12 اس الترا. الجهازين رائدين كل شركه، تمام. هنقارن المواصفات الكامله للجهازين وهنقول لكم على اي جهاز فيهم هيكون عنده ميزه عن التاني في بعض العتاد الداخلية، وفي آخر الفيديو مقارنة الكاميرات. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا. خلينا ندخل على المقارنة، وأول حاجة هنبدأ بيها الشاشة. بالنسبة لنوع الشاشة للجهازين، شاشة أوليد للآيفون وشاشة أموليد للشاومي. الأسبكت راشيو 19.5:9 و20:9 للشاومي. ريزوليوشن 1290x2796 للآيفون، 1440x3200 للشاومي. البادي راشيو 88.3 للآيفون، 89 للشاومي. سكرين سايز الاثنين 6.7 انش. هنا في استغلال للشاومي اكتر من الايفون. 460 بي بي اي و 522 بي بي اي عدد النقط هنا في صالح الشاومي. بالنسبة للريفرش ريت 120 هرتز في الجهازين. بالبروتكشن السيراميك شيلد للايفون والجوريلا جلاس فيكتوس للشاومي. ندخل على الكاميرات. كاميرات الايفون 48 ميجا بكسل و 12 ميجا للتليفوتو و 12 الترا وايد، وعندك ليدر سنسور. الشاومي 50 ميجا بكسل وايد، 48 تليفوتو، 48 الترا وايد، وكاميرا الدبث. بالنسبة للفيديو 4K 60 فريم و 8K 24 فريم. بالنسبة للشاومي هنا شاومي يفوز في الفيديو. الكاميرات الأمامية 12 ميجا بكسل بيصور 4K فيديو، أما شاومي 32 بيصور 1080 60 فريم، وهنا الآيفون بيتفوق. المعالج A16 بايونيك وكوالكوم 8 بلس جنريشن 1، وهنا الـ A16 أعلى. 3.4 جيجا هرتز للبروسيسور و 3.19 هنا الآيفون. الجي بي يو 5 كور وهنا ادرينو 730 كارت الشاشة. انظمة التشغيل iOS 16 واندرويد 12 للشاومي. الرامات 6 جيجا و 8 و 12 للشاومي، شاومي هنا بيفوز للرامات الاعلية. بالنسبة للذاكرة 128 لحد 1 تيرا، وهنا 256 و 512 بس، هنا في تنوع ناحية الايفون. بالنسبة للميموري كارد ما فيش الجهازين. هندخل بقى على البطارية. بطارية الايفون 4323 وبطارية الشاومي 4860. هنا عندك الشاومي اعلى. التشارج 20 واط، 67 واط للشاومي اعلى، الشاومي يفوز في حتة الشحن. الوايرلس تشارج 15 للايفون، 50 للشاومي، وهنا الشاومي بيفوز. بالنسبة للسنسور هنا في فيس اي دي للحماية، هنا في فينجر برينت تحت الشاشة. الاي بي ريتنج الاثنين بيدعموا الاي بي 68 وهو مضاد لرذاذ الماء. الوزن 240 للايفون و 225 للشاومي، هنا الشاومي اقل في الوزن واخف. هنا منفذ لايترينج والشاومي منفذ تايب سي. طبعا ما فهمش مداخل هيدفون جاك نهائيا. بالنسبة للبلوتوز 5.3 للأبل، 5.2 للشاومي. الاثنين فيهم ستيريو سبيكر. الاثنين فيهم خاصية الـ NFC لنقل البيانات. الجهازين بيدعموا الـ 5G Network.
الايفون ب1099 والشاومي ب990. بعد ما شفنا المقارنة الكاملة ما بين الجهازين، احب اسمع ارائكم في الكومنتات وقولوا لي ايه الجهاز اللي يفوز. ودلوقتي خلينا ندخل على مقارنة الكاميرات وبعض الصور للجهازين. يلا بينا.